لشبيبة بيجاي التي لم تخيب وهي تدرك تمام الإدراك بأنها آخر فرصة للبقاء في حديرة الكبار في مباراة لم تقبل نقاطها القسمة على 2 بما أن شباب قسنطينة حقق البقاء فدخل مرتاح البال وهو ما مكنه من أخذ الأسبقية في التهديد بكرة قوية لم تمر بعيد عن إطار الحارس جبارات محاولة رد عليها زغلي وكرته لم تمر بعيدة أيضا عن القائم الأيسر للحارس ناتاش تسديدة زياد من جانب السياسي حبست أنفاس الأعداد القليلة من أنصار جي اس ام بي التي حضرت المباراة لكنها سرعان ما استعادت الأنفاس بمحاولة أولى من زغلي ردها ناتاش تجد بن منصور يمنح التقدم لفريقه في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة ورغم ذلك أبناء المدرب سيموندي حافظوا على تركيزهم فعدلوا النتيجة برأسية الهداف بولمديس بعد توزيعة حديوش في الدقيقة 30 هدف مقابل هدف هي نتيجة المرحلة الأولى في المرحلة الثانية أحسن عنصر من جانب الشبيبة زغلي الذي كان سما قاتلا في دفاع فريقه السابق فانفرد بالحارس ناتاش الأخير أنقذ الموقف لكنه لم يكن محظوظا لأن اللعب تواصل وهو ساقط على أرضية الميدان ما مكن أبو بعطى من مباغتته ومباغتة الجميع بما فيهم مصورنا بعد تنفيذ مخالفة بسرعة فأمضى الهدف الثاني في الدقيقة 66 هدف احتج عليه كثيرا عناصر فريق شباب قسنطينة بعد ذلك المباراة أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات وفرص كثيرة ضاعت من الجانبين وساحة بتسديدة قوية وناتاش في المكان المناسب ثم زرداب بقوة وجبارات يتصدى طتام أراح الجميع بهدف ثالث بعد عمل جماعي رائع في الدقيقة 90 وبتسديدة قوية يمضي الهدف الثالث للشبيبة آخر فرصة كان وراءها زرداب لكن العارضة الأفقية أبت دخول الكرة ثلاثية من الأهداف ومثلها من النقاط للشبيبة تعزز حظوظها في البقاء قبل 3 جولات عن إسدال ستار البطولة وشبيبة